أسعار المواد الغذائية يعني صايرة نار، يعني المواطن العادي ما يقدر يشتري قوت يومه، يعني كل يومية ما يقدر يشتري، كل يومية ما يقدر يروح للسوق ويجيب العلاليق لعائلته، ويعني وانت تعرف احنا هسه حاليا بشهر رمضان المبارك والشهر الفضيل، يعني الحمد لله والشكر خير ونعمة، بس يعني اكو عوائل متعففة وعوائل يعني مثلا ما عدها الموظف اللي موجود حاليا هنا الراتب مالته يكفي له مثلا ايجار جهال المدارس الكهرباء المي، يعني ما يبقى له فتشي على مود يعيش عائلته بعيشه حلوه مرتبه، يعني كل هذا يعني الاسعار اللي هسه حاليا صايره بالسوق يعني صدق نار، يعني انت يعني لا مسؤول لا محافظ لا حدود، يعني ما حد منتبه، ما اعرف يعني هاي الشغلة صايرة متعمدة أو يعني هل أزمة، هاي أزمة صح أزمة روسيا وأوكرانيا أثرت على البلد، زين أوكرانيا وروسيا اللي وين وإحنا وين؟ هسه تقاعدية، هو هذا الرجال هم متقاعد، أنا متقاعد يعني تقاعد يعني حوالي يوصل للخمسين يوم، 55 يوم، 60 شهرين، زين والتقاعد إيش قد يطوق؟ بس أنا التقاعد أنا بالنسبة إلي 220,000 دينار، زين أخويا 220,000 دينار يكفي بغداد، هاي التقاعدية مالي هاي نفس مالي حوالي 450، زين أخويا هسا 220 وما يخالف، وش ماله ما يخالف، ما يطونه يا ما يطونه، يعني حوالي يوصل شهرين 50 يوم، إذا هالشهر كل شهر يطوك مثل كل 30 يوم هم ما يخالف يابا. ما دوم أنكرت يا جماعني ما نحن حتى الآن استلمنا فقط راتب الشهر الثاني وراتب الشهر الثالث لم نستلمه، ونحن في الشهر الرابع وعملية التوزيع تستمر لعشرة أيام أو 9 أيام وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، وكل شهرين نحن نستلم راتب شهر واحد فقط، ماذا نفعل؟ لا يوجد حل. كيلو الطماطة 1500 ويأتي المتبضع، أما أن يكون عامل أو موظف ليس لديه راتب، ينظر إلى الخضروات والفواكه يتمنى شرائها ولكنه لا يستطيع، والحكومة تستطيع تقليل الجمرك ولكنهم لا يعملون على مساعدة الناس. أسعار اليوم بالتزامن مع شهر رمضان وارتفاع الدولار أدى إلى حقيقة أزمة اقتصادية بإقليم كردستان وبالسليمانية اللي تعيش حالة مزرية، أوضاع اقتصادية، تأخر بالرواتب، ارتفاع بالوقود، ارتفاع بالضرائب، كل هذه الأسباب يعني كل هذه الأشياء أدت إلى أوضاع سيئة يعيشها المواطن. قضية الرواتب هي قضية سياسية وليست قضية اقتصادية، لأنه اليوم أسعار النفط عبرت $100 وبإمكان الحكومة توزيع الرواتب بشكل منتظم، لا ايضا بامكانها ايضا توزيع الرواتب دون الحاجه اصلا الى الاموال المرسله من بغداد، وهذا بحسب تصريحات نواب في البرلمان الاقليم ومسؤولين متنفذين.